السلام عليكم. في مصطلح بعض الأحيان نسمعه، الطابور الخامس. هذا له قصة، خلونا نقولها. أول شيء، من فين نشأ هذا المصطلح؟ نشأ من الحرب الأهلية اللي كانت في أسبانيا تقريبا 1936، يعني قبل 80 سنة. استمرت هذه الحرب 3 سنوات. كان في ثوار جايين على مدريد. مدريد مدينة آمنة ومحصنة وكل شيء. هذول الثوار كانوا في 4 طوابير. فجاء وقتها الجنرال أميليو مولا، وبالمناسبة هو اللي أطلق مصطلح الطابور الخامس. قالوا كيف سوف تهزم مدريد؟ مدريد مدينة محصنة وكل شيء. قال سوف نهزمهم بالطابور الخامس، ويقصد فيها العملاء. العملاء فين؟ اللي داخل مدريد، يظهرون أنهم مع مدريد ومحبين لمدريد وولائهم داخل المدينة، ولكنهم ولاءاتهم خارجية. وفعلا بدأت كلمة الطابور الخامس. أقول هذا الكلام واستشهد بهذه القصة وبهذا المصطلح لأنه نسمع نداءات هنا وهناك بمطالبة مدري إيش وحراكات وغيرها. سوف يجدون إن شاء الله تعالى الوطن صفا واحدا خلف قيادته. لا يوجد طابور خامس، ولا يوجد عملاء، ولا يوجد خونة بإذن الله تعالى. مع هالصباح نقول يا رب يحفظ أمننا ووطننا وقيادتنا، ونكون بإذن الله تعالى دائما يد واحدة وصف واحد.